السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. اليوم غنديروا إعادة تدوير علبة ديال الشوكولا. كما كتشوفوا هاد العلب ديال الشوكولا فهم كيكونوا زوينين وكتجي خسارة أننا حنا نرميوهم. وبما أن دابا هادشي متوفر بزاف هاد الأعياد الميلاد فهم كيكونوا متوفرين لي شوكولا. لذلك فاحنا غادي نحتاجوا المسدس الشمعي كالعاده. هنا محتاجه لواحد الستراس، اي نوع ديال الستراس اللي كيكون عندكم نتوما. هنا قطعت هاد العيبه هادي قطعتها من واحد الناب بحال اللي كنت درت المره السابقه في واحد الفاز. هادو اللي كتحطوا فوقهم المهم اللي كنديروا وسط البلاطو ولا كنحطوا فوقهم الماكله. فقطعت منه هاد الوريضه هادي اللي غنستغلها هنا نيت. كما كتشوفوا هاد العلب دابا ولاو كيديروهم شادين، يعني ما نورمالمون الغلاقه كانت كتحيد، دابا لا ولات قابطه دايرينها بانات. صراحه من الاحسن لانه بعض المرات كانت لما ترجعها كتهرس الغلاقه. كما كتشوفوا فانا غادي نحاول ندوز استخاص الجوانب من التحت وكذلك غندوزو من الفوق على هذا الشكل هذا. من بعد ما دوزت على الستراس في البن لتحت ففكرت انا ندير ليه رجيلات وندير ليه رجيلات بهاد لي بيغ اللي هما كبار وتا هما زجاجيين فهما غايجيو زوينين. في الاول فانا وقفتهم بحال هكا ومن بعد فعاودت درتهم جنب، عاودت لصقتهم جنب باش يلصقوا ليا مزيان حتى هما كذلك جاو زوينين. فحاولت انا اما ديروا دي بواني ديال المريو شي حاجه بحال هكا ديال المجوره ولا ديروا هاد لي باغ الكبار بحال هكا فهما حتى هما كيجيو رائعين. الثمن ديالهم اللي رخيص لان ولا جيتي تاخذوا لي بواني الاخرين اللي كيكونوا فيهم هاد الباغ بحال هكا فهما كيكون الثمن ديالهم غالي عندنا هنايا حتى في امازون فهو كيجي الثمن ديالهم غالي. لذلك فاحنا الديكوراسيون ديالنا والديكورات ديالنا خصهم يكونوا بواحد الثمن اللي هو مناسب لان في الاخر القطعه طلع ليا بواحد الثمن اللي هو رخيص على الثمن ديال فاش كنمشي نشريها. لذلك فاحنا خصنا نبروفيتيو في الحوايج اللي كيكونوا عندنا ماشي يعني القطعه ما نصرفش عليها بزاف سينو نمشي ناخذها جديده اعمل احسن. فهنا كنفكر بانني ندير هذه في الوسط ما عجبتنيش بزاف فلذلك انا غادي نحاول ندير واحد مع هادو بحال دي سوطاس ولا اللي كنحطو تحت الكيسان فهما كثيرين على هذا الشكل هذا جاو زوينين عصريين تقليديين جاو بحال الشكل ديال المغرب ديال هذاك الشيء ديكوراسيون ديال المغرب. فانا صبغته هو اللون ديالو كان دوغي فانا صبغته باللون الفضي على هذا الشكل هذا وغادي نحطها في الوسط. هنا راه كتشوفوا واحد عوجه ما درتهاش في الوسط ولكن عاودت سيستميتها من بعد. انا غادي ندوز باش ندير ستراس في القطعه في الغلاقه الفوق القطعه الفوقانيه كما كتشوفوا غندوزو توا كيف ما درت في القطعه اللي تحتها باش كيعطينا واحد المنظر اللي هو زويون.
القطعه ديالتي كتجي على هذا الشكل، هذه انيقه جدا وراقيه. وكما قلت لكم تقدروا نتوما تستعملوا استخاص اللي بغيتوا، النوع اللي بغيتوا، اللون كذلك تقدروا ديروه بالنواغ باي لون بغيتوا على حسب الغرفه اللي عندكم وعلى حسب الازات اللي عندكم. هنا عند واحد الغلاقه ديال واحد القريعه كانت عندي فيها هذا الديكور هذا، باش بغيت باش نعلي الفوق ما يبقاش هابط، يعني تكون عندها واحد الفالور كما كتشوفوا. فانا خديت هذيك الغلاقه هي ديجا ارجونتي والداخل ديالها صبغته ودرت فيه واحد شويه ديال هذاك الغبره اللي كتكون كتلمع صافي، وغادي نحطها في الوسط بحال هكا. ومن بعد غادي نزيد ندير فوقها واحد باغل كبيره على بحال بحال البلاصه اللي غتخاد منها، يعني غادي نقدر نهزو منها كما كتشوفوا. انا كما كتشوفوا هذيك الورده اللي كنت غنديرها من الفوق، فانا فكرت علاش ما نديرهاش هنايا يعني في الجناب، غتعطي منها نيت منظر زوين وغيجي غتجي لابواط شارجي وانيقه. فكما كتشوفوا فهو كيبان بحال راه داير بحال راه فوقو شي حاجه ديال الميتال ديال الفضه ولا شي حاجه بحال هكا، فهي جات زوينه جات ملبسه هاد لابواط هذه. كما كنقول لكم يعني تقدروا تستغلوا اي حاجه عندكم في البيت ديالكم كلش كتستعملوها، ديروا اعاده تدوير الاشياء وكذلك تخترعوا وتبدعوا. كما كتشوفوا انا لصقت على هذا الشكل هذا، حاولوا بانكم تلصقوا يعني ما تبينوش لاكول. هنا تقدروا تستعملوا هذا الغراء ديال الشمع كما انكم تقدروا تستعملوا الغراء عادي. بزاف ديال الناس كيسولوني فين كيتباعوا البيستوليات بالنسبه لهذا الشمع هذا لاكول ديال الشمع، فهم كيتباعوا بارتو في اي بلاصه مشيتو فصراحه تلقاهم، كاين في امازون كاين حتى عند في السوق في شي عند شينوا كاين. المهم الثمن ديالهم ما كيتعداش، كاين اللي كيدير 5 اورو كاين اللي كيدير 6 كاين اللي كيدير 4 حسب، كاين حتى الاحجام الكبير للصغار اللي كياخذ لاكول اللي كتكون كبيره كاين اللي كتكون غليظه الدياميتر ديالها كيكون كبير كاين اللي كيكون صغير على حسب. فانا هذا كنت خديته من ليدل وصراحه صدق ليا مزيان، يعني الله عمر هضر بقى لي شحال من سنه دابا هو عندي. ف ليدل حتى كيجيبوا دي مارك لهم زوينين صراحه كما راكم كتعرفوا، اي حاجه كتكون كتكون المانيا فهي كتكون شاده في راسها كتكون مزيانه. كما كتشوفوا فهي جات على هذا الشكل هذا انيقه جدا. فانتوما هذه الفكره عطيتها لكم، تقدروا نتوما تستعملوها في اي حاجه يعني تستغلوا اي حاجه عندكم في البيت ديالكم ضروري نفس الاشياء اللي استعملتهم انا. كذلك الا بغيتوا تعملوا من داخل واحد المرايه فانا قدرت ندير مرايه بحال هكا كانت عندي نفس العبار ديالها، تقدروا ديروا مرايه من الداخل باش كيعطيوها واحد الشكل اللي هو زوين. هاد الباط تقدروا تستعملوها للشوكولا كذلك، يعني تقدموها في البيت ديالكم في الصالون ديالكم. كذلك انكم تقدروا ديروها المجوهرات، لكن تحطوها في بيت نعاس ديالكم تحطوا فيها المجوهرات ديالكم، المكياج تقدر فهي متعددات يعني الاستعمالات تقدروا ديروها، تقدروا تخلوها هكا فوق الصالون ديالكم كديكور. يعني جات زوينه صراحه كما كتشوفوا، فهي جات رائعه وانيقه. هنا درت فيها لي شوكولا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان هذا العمل هذا اللي درنا انه نال الاعجاب ديالكم ورقكم ونكون نصحتكم شي حاجه واستفدتوا معايا بشي حاجه ولو القليل القليل كما كنقول، فانا عندي ربح ولو هي انسان واحد اللي ياخذ ما عنديش شي افاده وخير واحد من وسط بزاف فهو فعندي فيه الفضل انا. كنتمنى انكم تجربوها وتوريوني لي فوتو ديالكم ديال هاد اللي جربته في انستغرام، في انستغرام ديالي في الاسم ديالي نيت في هويام شانيل. خليتكم في راحه الله ونتمنى لكم ان شاء الله ايام زوينه و بصحه جيده ان شاء الله. ولا الفيديو